معايا على الهاتف السيد النائب احمد بدوي، الزميل الصديق العزيز، رئيس لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب. يعني اهلا بيك يا سيد النائب. نشأت بيه ازيك، اخبارك ايه؟ منور دايما. اهلا بيك، اهلا بيك. يعني طبعا انا قلت بدل ما اقعد اجتهد وافهم، ممكن افهم غلط وافهم صح، اطلعنا على اهم بنود ومدخلات ومخرجات واهميه هذا القانون اللي بيحمل عنوان حمايه البيانات الشخصيه. طيب، لا طبعا لما تحقق ما شاء الله، لا عندك تفاصيل الامور ورؤيه كامله عن القوانين المختلفه الخاصه بالسوشيال ميديا. انا عاوز بس اوضح لحضرتك نقطه مهمه جدا. قوانين السوشيال ميديا نشأت بيه عباره عن مسلسل، بتبدا قانون تقنيه المعلومات والمعروف اعلاميا بقانون مكافحه الجريمه الالكترونيه، واحنا بنناقش هذا القانون بكل حمايه البيانات الشخصيه. احنا عندنا قانون خاص لحمايه البيانات الشخصيه واللي هو بنناقشه النهارده. النهارده لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدات بمناقشه هذا القانون، واخذنا موافقه من حيث المبدا على مناقشه كل المواد. هذا القانون بيضم 49 ماده. هذا في ظل سيادة النائب، يعني يا ريت تبقى في مكان اوضح شويه عشان مش سامعك كويس. طيب نرجع نكلم حضرتك تاني، يا ريت تجيبوا لي يا احمد بيه تاني عشان الموضوع مهم جدا. الحكومة عقدت جلسات استماع مع حوالي 25 شركة عالمية زي جوجل وفيسبوك وتويتر واوبر وكريم لاستماع لآرائهم. فلسفة القانون تقوم على مواكبة المعيار العالمي لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بياناتهم وعدم تجميعها او استخدامها ومعالجتها دون اذن المواطن. القانون يستهدف تفعيل بعض النصوص الدستوريه لحمايه حرمه الحياه الخاصه واستكمال استراتيجيه الشمول المالي. لجنه الاتصالات اللي احمد بيه رئيسها وافقت على خلال اجتماعها امس على مشروع القانون المقدم للحكومه اللي بيتضمن هذه العناوين. لكن خليني اقول، هو احنا دلوقتي بنتكلم على حمايه البيانات الشخصيه، يعني بياناتي انا الشخصيه، بيانات ماليه، بيانات صحيه، بيانات ماليه، بيانات وظيفيه، حزمه من البيانات، اسرار يعني من الاخر. من يضمن حمايتها؟ هذا القانون زي ما قريت سياده النائب احمد بدر. يا احمد بيه اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل. هذا القانون يحمي خصوصيات المواطنين ويحمي البيانات الشخصية، حماية البيانات الشخصية المواطنين. انت عارف سعادتك، سلبيات السوشيال ميديا اكثر بكتير جدا من ايجابياتها. صحيح. الكثير من المواطنين تلاقيهم يروحوا يتقدموا ببلاغات عديدة، فالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتقتحم خصوصياتهم بشكل مختلف وبطرق مختلفة للأسف الشديد. ويمكن عاوز اقول لحضرتك معلومة بقى، احنا النهاردة يمكن اعلننا ده في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الجريمة الالكترونية زادت عن الجريمة الجنائية. عدد البلاغات اللي بتتلقاها الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بصفة يومية دلوقتي من 60 ل 90 بلاغ، واحيانا في بعض الايام بتزيد عن 100. في من ضمن هذه البلاغات اقتحام. الو، معاك يا احمد بيه، سامعك. سامعني يا فندم؟ اتفضل. طبعا من ضمن هذه البلاغات اقتحام للأسف الشديد خصوصياتك، بياناتك تبقى متاحة للجميع. طبعا في مناقشة المواد هنوضح بقى، في مثلا انت برغبتك عاوز بياناتك تبقى متاحة للجميع وجميع الشركات، ودي حاجة ترجع لراحتك، ولكن خصوصياتك محدش يقتحمها. لأن زي ما قلت لحضرتك في البداية، هذا المثلث إن شاء الله يكتمل بيه بقى بقانون المعاملات الإلكترونية والمعروف إعلاميا بالتجارة الإلكترونية. وده على فكره بالمناسبه هيخش الشهر اللي جاي. لان نحن في حاجه ماسه الى الانتهاء من التشريعات الخاصه بالسوشيال ميديا. يا احمد بيه، امبارح الرئيس كان بيتكلم، قال كلمه خطيره جدا اول امبارح. قال انه تقدمت التكنولوجيا ووسائل الاتصال والتواصل بشكل ونحن لم نكن جاهزين للتعامل معها. هو ده بقى اللي انتوا بتعملوه عشان نغطي الفجوه دي؟ الله ينور عليك، انت كده اختصرت يا باشا. احنا اولا كان يعني احنا، انا بعترف وبقول ان احنا تاخرنا شويه، ولكن احنا برلمان برضو جينا في وقت في اصعب مرحله سياسيه في تاريخ الحياه السياسيه المصريه. صحيح. ويمكن قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه
واللي دائما وابدا سياده الرئيس في يمكن في لقاءاته بنسمعه بيتحدث عن سلبيات السوشيال ميديا، لاننا زي ما قلت لحضرتك السلبيات اكثر من الايجابيات، وده واضح من البلاغات اللي بتتلقاها الاداره العامه للمعلومات والتوثيق بصفه يوميه. طبعا التشريعات اللي بتتنظم دلوقتي لاول مره يبقى عندنا في مصر تشريعات خاصه بالسوشيال ميديا. قانون حمايه البيانات الشخصيه من القوانين المهمه جدا. النهارده مثلا الكل بيسال وعمال يستفسر طب ايه والمعاملات الالكترونيه والاعلانات الخاصه بالفيسبوك والاعلانات الوهميه اللي بتضر بالمواطنين لا يا فندم، احنا عندنا قانون خاص مش ملوش علاقه بحمايه البيانات الشخصيه. هو المعامله، بحب اوضح ده من منبر حضرتك المحترم، ان قانون المعاملات الالكترونيه والمعروف اعلاميا بالتجاره الالكترونيه ده قانون لوحده خالص، ان هيضم ايضا حوالي 45 ماده. اما قانون حمايه البيانات الشخصيه فندم 49 ماده، واتمنى ان شاء الله باذن الله نعرض هذه المواد للمواطنين عشان يعرفوا ما عليهم، واتمنى من وسائل الاعلام المحترمه اللي زي حضرتك ان هي تعرض التفاصيل الكامله ان شاء الله مع بدايه مناقشه المواد الخاصه بهذا القانون. طيب انا اهم ابرز ما جاء في هذا القانون ومن الممكن ان يثير لغط في الشارع وتستغل من اهل الشر لإلقاء أضواء يعني معاكسة علينا، تقدر تقولها لي؟ هيقول لك، أنا متوقع هيقول لك خلاص ده هيبدأوا يراقبوا المواطنين ويراقبوا صفحاتهم، وبالعكس احنا بنحمي بيانات المواطنين. ما هو خد بال حضرتك الحق بيخلوه للأسف يعني بيعكسوه. فطبعا لا، احنا هنوضح ده. بالمناسبة أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة. اتفضل. وأنت عارف أنت أخ غالي وأنا صريح واضح معاك. اتفضل. أقسم بالله هذا القانون وقانون وتقانون تقنية المعلومات أيضا، هذه القوانين هي بتحمي بيانات المواطنين، حماية بتحميهم من الجريمة الإلكترونية وأسرار وخصوصيات المواطنين. طبعا طبعا هو هيقدر، ده احنا بنحمي بياناتهم، بنحمي خصوصياتهم. انت عاوز بياناتك تبقى متاحة للجميع، اهلا وسهلا. مش عاوز، وانت حضرتك بتتعرض يعني حضرتك الاكونتات اللي للاسف الشديد انا عندي كم اكونت مستعار وكم اكونت تم سرقته يا فندم. صحيح. كم الف، مئات الالاف من المواطنين اللي تم سرقه اكونتاتهم واقتحام خصوصياتهم خلال الفترات اللي فاتت، وانا مش بقول 10000. سيادة النائب، يعني حضرتك برضو معانا في نفس المجال، وكيف يمكن ان ننشر ثقافه الوعي الالكتروني والوعي التكنولوجي للناس؟ لانه ممكن الراجل يكون داخل على الابلكيشن وهو عمال يقول اكسبت، موافق موافق، ما هو مش عارف هو مضى على ايه مثلا. صحيح. ازاي انا انقل للناس ثقافه ووعي بحيث ان هو لا يقدم رقبته للاخرين ويجي عيط في الاخر؟ اولا نشأت بيه التوعيه مهمه جدا جدا جدا. احنا دلوقتي خد بال حضرتك احنا بنواجه ازمه حقيقيه. حضرتك لما بتلاقي بس شائعات او اكاذيب او افتراءات، ودي بتتم دلوقتي، بتلاقي المواطن بيروح مشيرها على صفحته، واللي من على صفحته يشيرها على صفحة الغير. انت بتشير ايه؟ انت بتضر امنك القومي، انت بتضر بلدك، انت بتشير شائعة. عشان كده بتلاقي الشير قد يصل الى مليون، الشير يصل الى 100 ألف، الشير يصل الى كذا. انت بتشير ايه؟ لابد قبل ما تشير حاجة تتأكد من صحة المعلومة من عدمها، هل هي صحيحة ولا لا. للأسف الشديد احنا محتاجين توعية ان خلال الفتره اللي جايه بقى، وانتوا عليكم دور كبير جدا. يعني انا النهارده طالبت مسانده الاعلام معانا في شرح تفاصيل المواد بخصوص هذا القانون، ويمكن احنا انتهينا خلاص على فكره من اللائحه التنفيذيه الخاصه بقانون تقنيه المعلومات ده بقى اللي هيتنفذ خلاص خلال الاسابيع اللي جايه. لازم الناس تعرف، وخد بال حضرتك انا بدق ناقوس الخطر من برنامج حضرتك. القانون بقى يعني فور تنفيذه، احنا هنبدا في تنفيذه خلال شهر، قانون تقنيه المعلومات لمكافحه الجريمه الالكترونيه. انت هتلاقي كلام واقاويل وشائعات واكاذيب وافتراءات حول هذا القانون لا حصر له. هذا القانون بيواجه وبيكافح الجريمه الالكترونيه بكافه اشكالها وصورها. هذا القانون بيحمي بيانات المواطنين من الجريمه الالكترونيه. فلابد ان احنا كاعلام، وسعادتك على اسلوب، توضح ده للمشاهدين، لان المرحله اللي جايه مهمه جدا في التوعيه. التطبيقات يعني نشأت بين اللي بتنزل، اللي احنا نحن في كلنا جميعا نعلم نحن حروب الجيل الرابع. صحيح. ضمن حروب الجيل الرابع التطبيقات اللي بتنزل للاطفال اللي فيها خطوره داهمه على اطفالنا واولادنا. صحيح. اللي فيها العاب فيها عنف شديد ايضا. قانون حمايه البيانات الشخصيه بيتناول هذا الملف على فكره، جزء كبير من اكثر من ماده بخصوص هذه الالعاب التطبيقات اللي موجوده. طيب سياده النائب، بالنسبه لقانون التجاره الالكترونيه ان شاء الله المزمع يعني فتحه قريبا، مهم جدا، هل بيهدف الى تجفيف منابع التمويل
للإرهاب بشكل وأشكال مستحدثة زي البيتكوين ما كنا قارين عنها من شوية؟ طبعا هذا القانون هو يعني لم يقدم من الحكومة حتى الآن، يعني هو دلوقتي لسه في مجلس الدولة. أنا أنتظر طبعا أنه هو هيوصل مجلس الوزراء، هيوصل من مجلس الوزراء يمكن نهاية هذا الشهر. الحقيقة مش واضح عندي ملامح القانون حتى هذه اللحظة، ولكن حزب مستقبل وطن قدم لنا مشروع قانون قانون موجود عندنا احنا، هو خاص بالمعاملات الإلكترونية، وده اللي إن شاء الله بصدد مناقشته بعد الانتهاء من مناقشات مواد قانون حماية البيانات الشخصية. طيب انا عايز اقترح عليك اقتراح. اتفضل، تحت امرك. يعني شايف الكلام خطير وشايف الكلام مهم وشايف الكلام يبنى عليه وشايف ان غياب الوعي والفهم هيسبب لنا مشكله. دي اللجنه اللي حقيقة. حضرتك بترأسها انا شايف ان هي تدعو المنابر الاعلاميه والمنابر الاعلاميه تحديدا والناس الفاعلين في هذا الوسط عندك في اللجنه، ويتم النقاش وعرض الامور عليهم ليكونوا هم اللي يوصلوا للناس كل تفاصيل وأهداف ومدخلات ومخرجات القانون، ما رأيك؟ أنا بحييك وبشكرك، لأن ده أنا كنت هطلبه يوم الحد اللي جاي، فحضرتك يعني بدأت بزمام المبادرة. بالفعل إحنا محتاجين دوت نشأت بيه، وأنا يعني حضرتك أول المدعوين بحكم إن حضرتك أخ وصديقي غالي، فطبعا من الأسبوع القادم، لأن ده في غاية الأهمية لازم نشأت بيه نشرح للناس على الأقل القانون اللي إحنا انتهينا منه وانتهت لائحة التنفيذية وسيتم تطبيقه. خد بال حضرتك، إحنا بصدد لأول مرة في تاريخ مصر هنطبق تشريع يخص السوشيال ميديا. صحيح. عشان خد بال حضرتك، لو هذا القانون تم تطبيقه دون علم او دون وعي او دون فهم من المواطنين، هتلاقي ثلاث ارباع اللي داخلين على السوشيال ميديا بسبب اخطائهم دي بالبلاغات اللي هتقدم. خد بال حضرتك، العقوبه رادعه في بعض المواد زي ايه اللي كده؟ فيها. قولي. بص حضرتك، يعني خليني اكلمك على الشأن الداخلي. عندنا مثلا للاسف شديد تركيب الصور، انت خدت صوره فتاه، ركبت صورها، شهرت بيها، واحنا عندنا وقائع عديده على فكره، دي بتتم عدد دي اكثر البلاغات اللي بتقدم، دي عقوبه لا تقل عن سنه وغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه، ودي سلطه تقديريه القاضي حسب الفعل اللي ارتكبه المتهم، قد تصل الى 3 سنوات، يعني ممكن القاضي يدي اقصى عقوبه 3 سنوات وغرامه 100,000 جنيه. رائع جدا، رائع لكن جدا، ده ما رادع، تقلش عن سنه. ده رادع ليه؟ للناس اللي بيلعبوا بسمعه الناس. ليه يا فندم؟ انا اسمح لي معلش اقول لحضرتك وقعه بسيطه في سيده اللي هي بتاعت بورسعيد، انا قلتها على فكره، حكيت القصه دي النهارده في اللجنه. سيده من بورسعيد كانت بنتها كانت مخطوبه، الولد فسخ الخطوبه، بعد ما فسخ الخطوبه بثلاث ايام شهر بيها، وانت عارف بورسعيد مجتمع صغير شويه، في بورسعيد كلها، لدرجه ان باباها كان هيرميها من البلكونه لما ركب لها صور عاريه تماما ليست صورها، وعملها باكونت مستعار. طبعا الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات في وزاره الداخليه كشفت الاكونت المستعار. انت تعرف يا فندم، انا عاوز انفرد بحاجه عن برنامج حضرتك، انت تعرف احنا عندنا كم اكونت مستعار؟ 10 مليون اكونت مستعار. 10 مليون 10 حساب مليون مستعار اكونت مستعار، اللي هي في بخش مصر بس يا احمد بيه. يا فندم طبعا ده طبعا رقم يخض. طبعا انت 10 تعرف 10 مليون انت تعرف 10 مليون اكونت مستعار على مستوى الجمهوريه، ده ايه يعني؟ دي حاجه تخض. يعني انا مش داخل باسمي باحمد بدوي ليه؟ ما بدخلش باسمي لان انا مهيئ ان انا ارتكب جريمه الكترونيه. صحيح صحيح، وده رقم في منتهى الخطوره. خلاص يا فندم، قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه هيتصدى لده. انت يا فندم طالما بتخش بتعبر عن رايك، وخد بال حضرتك القانون اللي هو الخاص بتقنيه المعلومات راعي حريه التعبير عن الراي، كله حمايه بيانات الناس وحمايه بيانات المواطنين. ويا فندم اللي عاوز يشوف يروح الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات يشوف المقاسي اليوميه من 100 مقاسات فما اقصر للاسف. يعني بقيه العقوبات ايه؟ معلش كمل لي بقى، لان الموضوع شكله عندنا عندنا بقى السب والقصف، والسب والقصف ده نقطه في منتهى الخطوره. السب والقصف ايضا النبي استنى بس لحظه، الله يخليك، عشان خاطر انا امي زعلانه كتير عشان بتشتم كتير. انا بتشتم كتير جدا بامي، فبالتالي انا لا، ده شتايم العقوبة لا يمكن ان تتخيلها، فبالتالي هل القانون هيحميني؟ بص يا فندم، العقوبة فالسب والقصف برضه حسب الفعل. العقوبة لا تقل عن 6 شهور وتصل إلى أقصى العقوبة 3 سنوات وغرامة 100,000 جنيه، ده حد أقصى وحد أدنى 50,000 جنيه، حد أدنى وحد أقصى 150. وخد بال حضرتك، عقوبة الحبس والغرامة الاثنين وجوبيين، يعني الغرامة والحبس الاثنين وجوبي،
طب بقول لك ايه عشان ما انساش، ال 10 مليون اكونت مصيرهم ايه؟ لا ما هم دول الاكونتات المستعاره بقى، سعادتك هنعمل فيهم لها ايه بقى عقوبه. كدوله لا بقى كجهاز؟ لها عقوبه، لها عقوبه. ما احنا ده بقى اللي هنعمل له لائحه تنفيذيه محدده، التعامل مع هذه الاكونتات ازاي. وخد بال حضرتك بقى، الاكونتات المستعاره دي نشأت دي معظمهم فاهمين ان صعب جدا ان يتم فشف امرهم. دلوقتي بقى في ظل التوقيت واحنا جاهزين لتنفيذ قانون، الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات تقدر تكشف الاكونت المستعار خلال 24 ساعه. الله، حلوه تاني دي، والنبي قولها لي تاني. ده معلش ما كانش بيتم قبل كده. معلش اصل اكد خد بالك، عليها تاني، ما هو اللي بيشتم حضرتك، يتم الكشف طبعا. عن الاكونت المستعار خلال 24 ساعه. بص حضرتك، هات حضرتك كده اللي هو بيشتمك او استخدم سب وقصف، طبعا هو بيستخدم اكونت مستعار، صحيح، مذكره في الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات في 24 ساعه، يبقى معروف هو مين ورقم التليفون مين. وبص خد بال حضرتك، في تقنين اجراءات عشان بس ما حدش يقول ان احنا بنسلق بيض ولا حاجه. لا 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 لا، بص حضرتك، بتعمل المذكره، بيحدد لك ان ده الاكونت المستعار باسم احمد بدوي وعامله باسم تاني خالص، رقم ومستخدم من رقم تليفون كذا، رقم التليفون بيروح شركه المحمول، شركه المحمول بتقول لك ده رقم الخاص باحمد بدوي ومكانه كذا وعمل اتصالات كذا، تقنين اجراءات 100%. ده صدقني ده حمايه لبيانات المواطنين. يعني انا عندي رساله تهديد بالقتل جاءت لزميلي عمرو عبد الحميد بشكل مباشر، يجيب هنقتلك. الاكونت يا فندم، بالظبط، بقول لك جات رساله الاكونت من واحد مش اكونت مضروب، حقيقي يا حقيقي فندم. فعلا. ايوه، تهديد ده بالقتل. عقوبته بقى، ده عقوبته. ايوه، عايز اعرف ان العقوبه ايه. لا، العقوبه دي 3 سنوات وغرامه 100,000 جنيه. بس لازم اروح اعمل بلاغ في بس خد المذكره في الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات. خد بال حضرتك، انا عاوز اقول لك حاجه بقى. انت عارف دلوقتي من كتر البلاغات، وكان الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات كانت في التجمع الخامس، دلوقتي عملوا لهم مبنى خاص بيهم من 4 ادوار، في من اربع طوابق في كليه الشرطه القديمه في العباسيه. طب اخر حاجه بقى، معلش اخر حاجه، اتفضل تحت الجماعه اللي امرك. هم اهل الشر اللي موجودين في مصر واللي بيعملوا شغل تهييج وشغل شائعات وتداول اشاعات وهجوم علينا بشكل كبير وعلى الدوله وحتى راس الدوله، هل دول للأسف القانون ده هو يقدر يمكن الدوله اللي هي ما عندهاش ايد قانونيه تتحرك بيها ان هي تصل الى اهل الشر في اماكنهم؟ ما احنا اما متفقين من البدايه، انا ما كانش عندي تشريع اقدر اتعامل من خلاله، دلوقتي بقى عندي تشريع اقدر اتعامل من خلاله. ما عادش في مسؤول بقى عنده بقى خلاص حجه بقى، ان ما لا يا عنديش فندم. تشريع. عشان كده لازم احنا من اللحظه دي هندعم الدعوه اللي حضرتك دلوقتي بدات بزمام المبادره بيها. كل وسائل الاعلام يا فندم الاسبوع القادم هنتجمع كده عشان في لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، لابد من شرح المواد ماده ماده، لان انا متوقع ان هم هيشيروا شائعات واجاسيب ليست موجوده ولا تمت للقانون بصله عشان يوهموا الشارع ان القانون ده مش عارف ده تكوين الى اخره كلام انت عارف طبعا، وبيضيقوا على الحريات وغيره. لا لا خالص، هذا القانون مره ثانيه بيحمي بيانات المواطنين. النائب صديق العزيز احمد بدوي، رئيس لجنه الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، انا بشكرك وبقول لك لازم نقعد قاعده حلقه مع بعض، لانه الموضوع يبدو ان هو محتاج فرش للناس، محتاج شرح للناس، ونجيب حالات ونتكلم. يعني خلينا نرتب وتكون معانا الاسبوع الجاي في حلقه، هيبقى يسعدني جدا. انا بشكرك جدا رئيس لجنه الاتصالات تكنولوجيا المعلومات النائب احمد بدوي.